Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. مرحبا بكم جميعا. اليوم احتفلنا باليوم العالمي للشباب هنا بالجزائر. انعقدنا منتدى الشباب لبرنامج نموذج الأمم المتحدة إحياء واحتفاء بالخدمات المبذولة من طرف الشباب. هذه السنة جمع 11 متحدث في ميادين متعددة: تاريخ، ثقافة، تيك، ستارت اب، انتربرنورشيب، انوفيشن، يعني في ميادين متعددة. يعني حاولنا انه احنا يعني نلمسوا كل ميادين انه باش يعني ما نحقروش كما نقولوا ميدان على ميدان اخر، ونعطوا الكل على حسب اهتماماته. This is the first time we participate in this kind of conferences, and it's unique of a kind. It's the first time that we hear youth talk about their projects and how they developed actually small ideas to big ideas that are actually affecting us and affecting the new upcoming youth. I hope that there will be other selections for other conferences of a kind, because it's really useful and helpful to us to know what's upcoming in the youth and to participate in new projects. هذا الملتقى هو جدير بالاهتمام من قبل الإعلام، لأنه فعلا استطاع أن يجمع بين نفير من الشباب المثقفين والذين لهم أطماع كبيرة في المستقبل يطمحون بها لنجاح البلد الجزائر. كما راكم تشاهدوا راني شاركت في هذا الملتقى اللي كان جمع شباب جزائري طموح، شباب جزائري اللي كان ليا الشرف انا اللي التقيت بهم. دونك اليوم في هذا اليوم وحنا نحيو الذكرى ولا اليوم العالمي لا جورني انترناسيونال دو لا جونيس اللي كانت 12 اوت 2016. اليوم كانت فرصه جد رائعه وجد رائعه اللي التقينا فيها بشباب من مختلف ربع الوطن، ونتبادلنا معهم خبرات في عده مجالات، في مجال الطب، مجال الاعلام، مجال الثقافه. الاروع في ذلك انه التقينا باشخاص نعتبرهم قدوه لنا في المجال في هذه المجالات. اكيد التظاهره همتني كثيرا ان احضر، حتى ولم اكن يعني كمحاضره في هذه التظاهره، لكن من اجل متابعه ما يقوم به هذا الشباب المبدع خاصه في اليوم العالمي للشباب. نفتخر انه فيه شباب جزائري يسعى لتقديم اشياء ايجابيه الى الفقراء، الى المعوزين، الى كل من هو بحاجه الى شيء اضافي.